حسونه. اللي جابك سعدي يا عم؟ قول لي شرفت، قول لي انس، قول لي اهلا وسهلا. مش كفايه العيال كسروا لي المرابيز بتاع العربيه؟ هو انت ايه؟ لا ولا حاجه. تاخد كاس؟ كاس ايه؟ ايه ده؟ الويسكي اصله غالي ومغشوش، ده بقى رخيص مش محتاج انه تغش لان هو مغشوش اساسا. اعمل لك شاي؟ لا لا لا، مش عايز شاي. اعمل لك شاي. انت ليك قضيه في المحكمه بتاعتنا ولا ايه؟ انا جاي لك بتكليف من الاستاذ الكبير. كويس ان لسه على باله. مفيش شاي بس الظاهر في بن. اعمل لك قهوه؟ يا فتحي انا مش عايز قهوه. لا اعتشب قهوه. الاستاذ بعت لك القضيه دي وبيقول لك محدش يقدر عليها غيرك. ادرسها واكتب مذكره وخد راحتك على الاخر، لسه قدامك شهر على الجلسه. وال2000 جنيه دول اتعابك مقدم. واتعاب الاستاذ الكبير كام؟ واحنا من امتى بنعرف حاجه عن اتعاب الاستاذ؟ قبل ما اشوف القضيه اتعابي 10000 جنيه. تحط ال 10000 جنيه فوق الملف بتاع القضيه نشتغل فيها. ال2000 جنيه دول تشرب بيهم معسل في القهوه اللي تحت. انت بتكلمني كاني صاحب الامر، انا مجرد مندوب. اسمع، انا هكلمك كاستاذ تتفاهم انت معاه. ما تحرجش نفسك، ده اصله مش تليفون، ده عباره عن جرس باب، تدوس على الجرس بره يرن هنا، انما لا يودي مكالمات ولا يجيب مكالمات. مش قلت لك؟ اهلا، ازيك يا عز الرجال؟ ليلتك زي الفل يا مات. انا بوجودك ببقى 3 مات. ايه ده، انت عندك زباين؟ لا زباين مين؟ خش خش خش. ده الاستاذ فاروق، زميل محامي برضه بس من البشوات بتوع مصر، الاخت قوت القلوب عز الرجال، ست كريمه وصديقه وزبونه، زبونه كبيره قوي عندي. اهلا. كانت متهمه بجريمه قتل. قتل؟ قتل مين؟ جوزها، بس انا طلعتها براءة. خش عز، خش على اوضه النوم. لما هي قضيتها خلصت جايه هنا تعمل ايه دلوقتي؟ جايبه بقيه الاتعاب. خدت كام؟ زي ما انت شايف، كيلو كباب وكفته وازازه منقوع. ترفض 2000 جنيه وتقبل كيلو كباب وكفته وازازه منقوع؟ انا حر يا اخي. الكفته يا ميت. خدت القضيه؟ ايوه. الفلوس؟ ايوه. اتكل انت على الله. لو الاستاذ الكبير وافق اهلا وسهلا، وما تنساش تجيب معاك ازازه ويسكي من المغشوش بتاعك ده. طب اذا الاستاذ ما وافقش؟ محامين الباطل ما فيش اكتر منهم. الكفته يا ميت. قول لي يا فتحي، انتوا هتاكلوا في اوضه النوم؟ في شبوره بالليل. اتكل على الله عشان تعرف تشوف قدامك. ما تخافش عليا، انا هشوف قدامي كويس. بس المهم انت يا بطل، بعد ما تاكل كيلو الكباب والكفته وتشرب ازازه المنقوع، مش هتعرف حتى تشوف تحت رجليك. انا عمري ما ببص تحت رجليا، انا ببص دايما لفوق. فوق. سلم لي على الاستاذ الكبير. يوصل. الكفته جاي لك يا عز، جاي لك يا وحش. فينا عارف يتكلم قدامه. الحقيقة يا سيادة الرئيس هو أنه لا توجد قضية،
فالتهمة التي نحن بصددها هي أن هذا الرجل حاول تقبيل هذه الفتاة في الشارع أي في الطريق العام، وهذا ما حدث فعلا. فهذا الرجل هو خال هذه الفتاة، خالها يعني أخو أمها، وكان معار في السعودية لأنه مدرس حساب. بنت أخته دي ما شافتوش مدة الإعارة 4 سنين، فلما شافها وشافته العواطف العائلية الجياشة خلاها تجري ناحيته. انت يا خالي، وحشني يا خالي، عاملة ايه يا بنت أختي؟ والله كبرت وبقيت عروسة. وبسها على خدها لهفة الابنة لوالدها وشوق الأب لبنته، وآدي يا سيادة الرئيس شهادة إدارية من الجهات المعنية تثبت أن موكلي هو خال هذه الفتاة، وهذه شهادة رسمية أيضا تثبت أنه قابلها تاني يوم وصوله للبلاد. وعليه يا سيادة الرئيس ألتمس من عدالتكم الحكم بالبراءة من التهمة المنسوبة إليهما، وهي ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام. غرامة 500 جنيه. 500 جنيه؟ لكنه خالها يا سيادة الرئيس. قبلها أم لم يقبلها؟ قبلها لكنه خالها. ولكن الناس الذين شاهدوا الواقعة في الشارع من أين لهم أن يعرفوا أنه خالها؟ الناس شاهدوا رجلا يقبل امرأة في الطريق العام، فعل فاضح. القضية تالية. يا أستاذ، يا أستاذ القاضي جديد قوي وأنا خايفة. قضيتك من 36 لسه بدري عليها، وأنا وعدتك بالبراءة، هجيبها لك يعني هجيبها لك. لا لا، استنى استنى أقول أي حاجة. وأنا لو اترفعت عنك هتاخدي أقصى عقوبة. أنا خارج شوية وجاي. لا. شاي. ما شوفش استاذ علي الزنافي في الجنان. ايوه شاي. ليمون حاجه شاي. ان القتيل كان على موعد سابق. ازيك يا علي؟ انا فتح. انت عندك قضيه هنا؟ لا. امال قاعد بتعمل ايه؟ استمع الى المرافعات. طب تعالى علي. فين؟ تعالى. انا ادافع عن عاهره؟ يا سيدي دي مش عاهره، وبعدين التهمه لم تثبت. ولو ويفرض انها عاهره تفرق ايه عن تجار المخدرات وقتالين القتله والحراميه اللي انت بتدافع عنهم؟ وانت ما تدافعش عنها ليه؟ شكلي مش هيعجب القاضي. القاضي لما هشوفك هيستريح لك وهيسمعك. اسمع، انا نظرتي ما تخيبش. خلاص، لاجل الصداقه بس والعيش الملح اللي بينا، اديني فكره عن القضيه بسرعه. شوف يا سيدي، البنت قفشوها مع الشات في السرير. ايه؟ طب بتعمل ايه؟ يلا من هنا. هقول لك انا. تعال. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. ونحن سيدي الرئيس في البداية وقبل أن ندخل في الموضوع لدينا دافعان، وعايزين بالصلاة على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام نثبتهم في محضر الجلسة، لأن دول دليلنا إلى البراءة بإذن الله تعالى. الدفع الأول هو بطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم الحصول على إذن من النيابة العامة وفي حالة غير حالات التلبس. الدفع الثاني هو انتفاء الجريمة، حيث أن هذه الجريمة تفترض الاعتياد وأنها تتم مقابل أجر وفقاً لما جاء في نصوص قانون العقوبات. سيدي الرئيس، إن الأوراق المعروضة أمام عدالتكم قد جاءت خالية من أي أحراز تدل على وجود أموال مع المتهمة حال إلقاء القبض عليها. فتحي، الأستاذ الكبير مستنيك بره بنفسه. والواقعة سيدي الرئيس لا تخرج عن حاجة فارغة وملهاش أي لازمة، وهي إن الضابط اللي قبض عليها كان عايز يعمل معاها واجب، لكنها أبت أن تنساق إلى رغبات هذا الشيطان والعياذ بالله، فكان القبض عليها وسيلة للانتقام. بناء عليه نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها. وشكرا سيد الرئيس. براءة. القضية التالية. يا فندم، ده يوم مشهود في تاريخ المحافظة كلها، شخصية عظيمة شرفتها بزيارة النهاردة. يا ونطاجي. اركب يا فتحي. اتفرح ازاي يا باشا؟ اركب يا فتحي.
انت عارف يا ولد يا نمرود ان اتعرض عليا ان اكون محافظ هنا وانا رفضت. احنا خسرنا وسيادتك كسبت يا شوكت بيه. احنا خسرنا محافظ محترم ذو كفاءة عالية وسيادتك كسبت راحة البال. ده حقيقي. انت سألت فاروق عن اتعابي في القضية اللي بعتها لك. حصل. 1,000,000 جنيه. اتعابي في القضية 1,000,000 جنيه. طيب انا ما غلطتش لما طلبت 10 يعني 1%. وهتاخد 10,000 جنيه دلوقتي. ادهم لي يا فاروق. وهتاخد 20% لو باظت القضية وخدنا فيها براءة. يعني 200,000 جنيه. سلموا القضية يا فاروق. استنى يا فاروق. جبت ال مغشوش. طيب خد دول بقى معاك. في حاجة في الشنطة غير القضية والفلوس وال طيب اديني الشنطة عشان دي قضية مهمة. عايزة شنطة. ايوه. النيابة حولت القضية للمحكمة ومفيش فيها ولا ثغرة ممكن يفد منها الدفاع. ودي مهمتك يا نوفل. المتهمين شخصيات عامة ومرموقة وحكم البراءة هينقذ ناس مهمين قوي. كل صامولة ولها مفتاح يا شوكت بيه. طب تحب نحجز لك لوكاندا في مصر كام يوم علشان تتفرغ فيها لدراسة القضية؟ لا 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 المسألة مش محتاجة يا شوكت بيه. طب قول رايح فين واحنا نوصلها. ما ينفعش يا شوكت بيه. الحتة اللي انا رايحها لو دخلت فيها عربية زيادة تقوم فيها ثورة. ثورة تلجياع. السلام عليكم. مع السلامة. جنبيل الجبل واللي طالع. جنبيل جنبيل. جنبيل الجبل واحد. واحد جنبيل الجبل طالع بيه. شباب وفتح ابن نوفل ده ياتي وكيسه جاي يزور امه وابوه بيت فاتيه. ايه في حد في الدنيا يخبط بالشكل ده؟ شوف مين يا ولد مالك متسربع كده ليه؟ الله. ازيك يا منصور؟ ازيك يا استاذ فتحي؟ ازيك يابا؟ ازيك انت يا فتحي يا ابني؟ يابا مش قلت لك تبطل الشغلانه دي؟ الشغلانة دي اللي احنا عايشين منها وحضرتك نسينا. وبعدين يعني مالها الشغلانة دي؟ مش هي اللي عملتك يا فندي وبيه؟ امي فين؟ امك. امك راحت تاخد بخاطر مرات السيد السنوسي. اصومات النهاردة الصبح. يا دي اليوم المنايل بستين نيلة. هي رخة مش عايزة تبطل شغل. تفتكر ان انا جاحد او مش عارف الطعمات ايه علشان يا بطل. من النهارده مش هتكون حصل ولا ما هتكون معدده. من النهارده في دنيا جديده. خد يا بطل دول 10,000 جنيه. اول فلوس عليها الايه مكسبها. عايزك تشتري ارض. عايزك تبقى من الاعيان. اشتري وهبعت لك فلوس تاني عشان تشتري تاني. واول ما تتفق ابعت لي عشان اكتب العقود بنفسي. ياما مش كده لسه في ميتم في البلد. قاعد بقالك كتير؟ اين كنت؟ كنت بزور اهلي. انزعجت كثيرا عندما تلفت حولي في قاعة المحكمة فلم اجدك بعد صدور حكم البراءة لموكلتك. ما تخلي كلام النحو ده للمرافعات. فك كلامك. احنا هنا على القهوة. الناس بتقول مية مسا. انت جاي تاخد اتعابك مش كده؟ لا 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 اتعاب ايه يا راجل؟
انا جاي عشان اتكلم معاك في موضوع مهم ومشروعات كبيره. ما يجراش، بس كل واحد ياخد حق. انا بتنزلك على اتعابي كلها في قضيه النهارده. لا 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 لا، العدل انا النص وانت النص، بس انا متنازل يا سيدي. انت تتنازل انا لا. قوم بينا نطلع فوق عشان عايز اخش الحمام. الحساب يا اخي. أحيانا يكون الدخول إلى بيت الراحة أفضل من الدخول إلى فراش الزوجية. مش كفاية كده؟ هو إيه ده اللي كفاية كده؟ الفوضى والضياع اللي أنت فيه ده. ما تشغلش دماغك يا علي. إيه الموضوع المهم اللي أنت كنت عايزني فيه؟ عايزك معانا. معاكوا فين؟ في القاهرة. أعمل إيه في القاهرة؟ يكون لك مكتب هناك. طب ما تشوف نفسك انت يا علي. انا خلاص بقالي مكتب هناك ودلوقتي في مرحله التجهيز. ناقص تقول لي كمان القضيه بتاعته موجوده. ده حقيقي. ومين بقى ده ان شاء الله اللي بيفرق مكاتب على المحامين بالقضيه بتاعتها؟ ده سؤال سابق لاوانه. طيب بلاش السؤال السابق لاوانه، ده هيكون مقابل ايه؟ لا شيء، مفيش اي مقابل. زناتي، مفيش حاجه ابدا مقابل لا شيء. قولي شيء عشان نعرف إذا كان يساوي ولا ما يساويش. رايح فين؟ رد على التليفون. لا لا، جرس غاب مش تليفون. الله، لغاية تخلص الإجراءات وتخرج بسرعة كده. قرشك ينعم لك السكة يا أستاذ. هات. خش بقى سلم على الأستاذ علي زناتي المحامي ده اللي جاب لك البراءة. ربنا يصبرك على طول ويسعدك ويعلي مرتبك ويخليك ويبارك فيك ويجعلك خلاص يا سمير. خلاص يا سمير. خلاص. اصل الاستاذ ما بيحبش البؤس. امال بيحب ايه؟ ما بيحبش حاجه خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا اقعدي كلي. لا انا شبعانه من الفرحه يا استاذ. طيب خش الحمام، في غيارين خديهم في امين قبل ما اخلص كلام مع الاستاذ. من عينيا يا استاذ. يلا تعالى كل يا علي. انت اتجننت؟ انا هاكل من علق البغايا؟ الكلام ده اصله هو الاتعاب. وانت ليك نص الاتعاب زي ما طلبت بعظمة لسانك. اعوذ بالله منك يا اخي، اعوذ بالله. وبعدين دي بقى مش من بغايا، دي بريئه بحكم محكمه والحكم طازه سخن زي الكلام ده بالظبط. يلا كل. هاكل ايه؟ يلا كل، تعالى ما انت ما اكلت. تعالى. تكون مهمتك الأولى الدفاع عن أصحاب الدعوة، ده طبعا غير القضايا العادية والإعلامية. هيكون فيها أتعاب ولا تمن المكتب وتكاليفه هتسد المرافعات؟ المكتب هدية. هدية. طيب ما حدش بيقبل هدية من غير ما يعرف مصدرها يا علي أخويا. مصدر شريف وطاهر، تبرعات أهل البر والتقوى، أموال الزكاة، دعم قوي من دول غيورة على الإسلام. ومن امتى اموال فقراء المسلمين بيتعمل بها مكاتب للمحامين؟
يوه ما توجعش دماغي بقى. احسب بقى لنا كام سنه متخرجين، عملنا ايه لغايه دلوقتي؟ اوعى تكون فاكر ان احنا محاميين، احنا شغالين على الفتافيت. ده العرض حلجيه بيكسبوا اكتر مني ومنك. بنعمل ايه؟ جرح الضرب، سرقه معزه، نزعل على ملكيه وابو الطحين؟ اسمع يا فتحي، اذا جت لك الفرصه اللي تعمل لك قيمه ومركز، اوعى اوعى تقول لها لا. يعني المساله لا. مصلحه، مصلحتك فين؟ انا احب الصراحه قوي قوي يعني. انت ليه اخترتني؟ انا سالتك اخترتني ليه؟ عشان ادافع عن البنت اللي بتغسل هدومك في الحمام دي. انا اخترتك علشان عرفت اقرا القاضي صح. ما كانش ناقص غير اللحيه، قلت اجيب له واحد من الفريق بتاعه. عظيم، عظيم جدا. في بقى قضاه كتير ما بيحبوش اللي زينا يقف قدامهم، انت بقى تترافع قدام الفريق بتاعك. يعني هبقى من غير دقن؟ المهم تبقى معانا سواء كنت بدقن او من غير دقن. ها قلت ايه؟ نقرا الفتحة. الفرصه دي مش على مقاسي. حجم الفرص زي الجزم، لا تبقى ضيقه قوي تخليك تعرض، ولا تبقى واسعه وتخليك تلق. ايوه بس انت كده بتدي ظهرك لمستقبل مضمون. فرصتك ملهاش مستقبل يا علي. هتاخد فلوس هتاخد شهرة لكن اوعى تنسى انك انت هتكون ضد الدولة. وليه ما تقولش من الثائرين؟ ثائرين ايه يا علي؟ احنا هنهزر؟ انت لسه قايل بعظمة لسانك ان المسألة مصالح. تظهر عليك غاوي انك تترفع عن الارامل والمطلقات وبنات الليل. انا زيك بالظبط، مستني الفرصه، بس الفرصه اللي على مقاسي وهتيجي. خد علي. اوعى تقول بطلت تعزف على العود، ازعل منك. يبقى دمك تقيل. خد علي، خد. يا وش يا وش علي، يا وش يا وش، يا واش يا واش، يا واش يا واش يا مرجيحة، اتخضهاش يا مرجيحة، يا واش يا واش يا مرجيحة، اتخضهاش يا مرجيحة. إله إله هبة، إله إله هبة، إله إله هبة، إله إله هبة. مفيش حاجة ناكلها؟ انت عجرة، ده بيتك يهرب منه الفار. انت بتعرفي تقري مش كده؟ امال ايه يا استاذ؟ انا دبلوم تجارة. دبلوم تجارة؟ طب ما توظفتيش ليه بدل ما انت ماشية في السكة البطالة؟ وهتوظف فين يا حسرة؟ هي الحكومة عندها وظايف. القطاع الخاص؟ محل، شركة، مصنع؟ وهشتغل بكام يا حسرة؟ 60 جنيه؟ وصاحب الشغل يقطع قلبك شغل وبرضه ياخد اللي هو عايزه، طب ما اشتغل حرة أحسن. وكنت بتكسبي كام في الشهر وأنت حرة؟ 1000 جنيه، شوية فوق، شوية تحت، على حسب التساهيل. 1000 جنيه؟ ده مش تمن قليل عشان الواحد يبيع نفسه طول الشهر. لا ما هو مش كل يوم، ده أنا كنت بشتغل تخطيف. تخطيف؟ ايه رايك لو تشتغلي عندي بدل الشغل الحر بتاعك ده؟ اشتغل عندك ايه؟
كل حاجة. وهتدفع كام؟ 300 جنيه في الشهر. ما يحكمش، ده انا هغسل واطبخ وامسح واكنس واعمل شاي واغير ملايات السرير كل يوم، بالإضافة إلى الأعمال المكتبية كمان. طب ما تدفع الألف معايا، هتبقى محترمة وده له تمن. هدفع لي 500. وفا؟ وفا. نمضي العهد. نمضي العهد. الشباك مفتوح، العقد لازم يتمضي في النور. صباح النور. استاذنا موجود؟ في معاد سابق يا فندم. بلغيه بس فتحي نوفا المحامي. الاستاذ فتحي نوفا المحامي يا فندم. اتفضل حضرتك. اهلا 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 يا فتحي. صباح الخير يا استاذنا. اتفضل. معقول؟ دي القضيه ما كملتش معاك 10 ايام. هي ظروفها كده، وبعدين احنا في الارياف بنعتبر فاضيين. يا فندم. انا مش عطل سيادتك كتير. ها؟ لقيتك سكة فيها؟ القضية دي فيها 5 سعرات يا فندم، 3 ينسفوها من أساسها والاتنين التانيين يرفعوا انقاضها. يا سبحان الله، انت بتفحص القضايا بطريقة عجيبة جدا. ما هو علشان اطلع الثغرات اللي في القضية كان لازم اعصرها عصر يا استاذنا. دي الثغرات يا استاذنا. دي الثغرات؟ دي ثغرات القضية اللي شاغلة الرأي العام. ما هو البركة في سيادتك بقى. أنا هضطر أستأذن دلوقتي وهستنى فاروق ومع بقية الأتعاب. قد كده واثق؟ الأيام مفيش أقرب منها. طيب، مش استنى معانا ليلة، يمكن أحتاجك بعد ما أفحص الشغل. أنا فعلا موجود هنا الليلة دي علشان في مناسبة لازم أحضرها. طب ونازل فين عشان إذا احتاجتك ممكن أعطل عليك بسرعة؟ أي ركان ده من بتوع المحطة. لا لا لا، ما ينفعش. احجزي أوضة في الشيراتون باسم الأستاذ فتحي نوفا المحامي. بالمشروب يا أستاذنا. فول بورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان قلبي حاسس ان انا هلاقيك هنا. ازيك يا فتح؟ انا كويس الحمد لله. علي عازب الشلة كلها. ما عدا البنات. لا بنات ايه بقى؟ اتفضل. ما هدا يا اخي؟ رز بلبن. رز بلبن. ما لقيش عندكم حاجه بتلج؟ توجد قرفه. بارك الله فيك، لا اريد قرفه. هي ايه الحكايه يا فتحي؟ علي اختار السكه اللي يعرف يسلك فيها كويس. قوم بينا، قوم. اللهم اجعل هذا المكتب سندا وعونا للفقراء والمستضعفين. امين. اللهم اجعله مكتبا للبراءه دائما وابدا.
آمين. اللهم اجعل من يدخله مقهورا يخرج منه منصورا بإذن رب العالمين. آمين. اللهم فرج جمعكم وشتت شملكم. آمين. اللهم اجعلكم حفظة من بزازة. آمين. افتتاح مبارك بإذن الله يا أخي علي. السلام عليكم. هو علي سناتي كان إخوان؟ والله أعرفه أنه أيام الجامعة كان شيوعي. لا لا، هو كان إخوان مستخب في وسط الشيوعيين. لا أنا هقول لك بقى، الشيوعيين مواردهم ضعيفة، الإخوان دلوقتي رزقهم واسع. علي الزناتي زي ما أنت شايف اختار الرز أبو لبن. ما تيجي نشرب حجرين معسل على القهوة. معسل إيه؟ تعالى بس هوديك حتة كويسة. متهيألي قاعدة زي دي ممكن تكلفك أتعاب قضية من قضايا الأرياف بتوعك، صح؟ طب تعمل ايه لو عرفت ان انا ساكن هنا فوق؟ اعمل ايه؟ ايوه تعمل ايه؟ اخاف منك؟ لا ما تخافش، انا لسه شريف، كل ما هنالك ان انا معزوم هنا ليلة شغل. انت بتقول لسه شريف ناوي تقلب؟ والله يا محسن في الزمان ده ما فيش حاجة مضمونة. انت بتعمل ايه الايام دي؟ انا بشتغل في الارقام، واحد زائد واحد يساوي اتنين. ماسك مدير حسابات في شركة حلويات، شغلانة ما فيهاش كذب. ما فيهاش كذب بس ممكن يكون فيها تزوير. اللي يكره الكذب يكره التزوير يا فتحي. يا وش يا وش يا مرجيحة ما تخدهاش يا مرجيح، هلا هلا هوبا، هلا هلا هوبا، هلا هلا هوبا، هلا هلا هوبا، هلا وش يا وش يا مرجيحة ما تخدهاش يا مرجيحة، هلا هلا هوبا، هلا هلا هوبا، هلا هلا هوبا. ايه القبهه دي كلها؟ الفساتين جميله قوي، انت عرفت مقاسي ازاي؟ دريا بت، ما كنتش انا اعرف مقاسي، مين اللي هيعرفه؟ بسم الله ما شاء الله على ايديك ميزان، مفيش حاجه بتفوتك. تعرفي فرنساوي؟ الايه؟ فرنساوي. لا انت بقى اللي تقدر تحكم وتقدر. انا قصدي الفرنساوي الكلام، اللغه. لا مين؟ والانجليزي. اهو جود مورنينج، هاو ار يو؟ هاو ار يو هو ده انجليزي؟ اهو تلطيش. الايام اللي جايه مش عايزه تلطيش، عايزه كل حاجه تبقى على اصولها. النهارده الحكم في قضيه الفساد الكبيره. حد يراهن؟ ولازمته ايه الرهان؟ دي قضيه الادانه فيها حفليه. انت الظاهر عليك ما تعرفش شوكت عطيه عمل ايه؟ خد القضيه زي هدوم المجازين. هلاهيل. ولو دي قضيه راي عام. المحكمه مالهاش دعوه بالراي العام. المحكمه ليها دعوه بالقانون. ومش دي القضيه اللي هتشغل بالنا على الصبح، فيما هو اهم. علي الزناتي رفع قضيه دمها خفيف قوي. ابن الايه؟ علي الزناتي رفع قضيه على وزير الثقافه وعلى المحافظ وعلى مدير النقابه. عاوز يشيل اعلانات فيلم سيما من الشوارع حفاظا على القيم الدينيه والاخلاقيه. الزناتي بيعمل اعلان لنفسه يا جماعه. هو اعلان بس مش اعلان عن نفسه. ده اعلان عن تنظيم. وان وان. هلو هلو. لسن بليز. بليز. I'm Mr. Laker. Laker. ازيك يا سمير؟ I'm English. English. I'm a teacher. You're a student.
احلى درس باب واحلى درس تليفون. سميرة. نعم يا استاذ. افتح الباب، الحكم وصل. أنا مبروك البراءة يا فتحي. مبروك علينا كلنا. على فكرة أنت معزوم، الأستاذ عزبك على حفلة عاملينها الناس اللي خدوا حكم البراءة. معزوم لوحدي ولا ممكن أجيب حد معايا؟ أنت وكل اللي تحبه. الحفلة أنت؟ يوم الخميس الجاي. طيب يوم الخميس الجاي تحجز لي أوضتين جنب بعض في الشرطة. أوكي. هتعد فلوس ولا أمشي؟ لا أمشي. أقول لك استنى استنى. الرزمة دي كام؟ 10,000 جنيه. حلال عليك، طباخ السم بيدوق. مين؟ مين اللي بيرزع كده؟ على مهلك. اهدى. أهلاً فتحي. يا أهلاً يا حبيبي. اتفضل. مش كنت تقول لنا يا ابني يا حبيبي عشان اذبح لك حاجه؟ الخلاصه عشان وقت مهم. خد يابا. ايه دي كسبه؟ دول 180,000 جنيه. ايه 180,000 جنيه؟ عايزك برضو تشتري ارض تاني وتبني دار جديده بره في الواسع. يلا هبوا على وش الدنيا. يلا. لولا المنامه كنت عملت زي علي بابا لما دخل المغاره وصرخ وقال ده الماس ياوت. حكمتك يا رب، حكمتك يا رب. أنا مش مصدق يا شباي. حكمتك يا رب. يا شباي زغرتي، زغرتي يا شباي كمان زغرتي. ألزمنا حركة نشطة وسريعة ومؤثرة، وإحداث الضجة أمر واجب وعليه، فإن تحركنا في مجال الدعوة سيكون كالآتي. الأخ ماجد مجدي هترفع قضية على التلفزيون تطالب فيها بوقف كل البرامج الخليعة زي الفوازير والإعلانات وغيرها. الأخ سعيد حامد أنت هترفع قضية ضد الجامعة لأنها منعت دخول فتاة منقبة إلى الحرم الجامعي. الملف ده فيه توكيل من والدها. الاخ عمرو عزقلاني انت هترفع قضيه في المحله الكبرى لان في سينما مطلوب ازالتها وانت عارف ان القانون بيمنع. وانت يا عمرو تحسن التصرف في مثل هذه القضايا. يوفقنا الله. ان شاء الله. الاخ عبد الحميد التوني هترفع قضيه تطالب فيها بمصادره كل الكتب الاباحيه والملف ده فيه بيان باسمائها. خليه اتفضل بسرعه. اتفضلوا دلوقتي. لدي امر هام نستكمل فيما بعد. هيا. اهلا اهلا يا مولانا. اهلا اهلا. تفضل يا مولانا. ده شرف كبير ليا انك تكون هنا. اقفل الباب يا عبد الرحيم. تنال الاعجاب يوما بعد يوم يا علي. الحمد لله. لقد استقر راي الاخوه وهو راي عن قناعه ان تتولى بعض المهام القياديه. تعلم يا مولانا اني وهبت نفسي لله ولكم. سوف تزور الإخوة السجناء. السجناء؟ طيب أنا إيه علاقتي بالإخوة السجناء؟ وبعدين الزيارة دي يعني سببها إيه؟ صبرا يا فتى، أنت محاميهم وزيارتك لهم قانونية بصفتك وكيلا عنهم. طيب وما نوع المهمة؟ دائما الكبار للمهمات الكبيرة يا علي، وقد أصبحت من القادة. أنت الآن عقل كبير بيننا، وعندما تلتقي بالإخوة هناك سوف تدرك مدى أهمية القضية ومدى أهميتك أيضا. نهار اسود ومنيل. اهدى يا اخويا سي فتحي. اخويا سي فتحي؟ وانا كنت بعلمك انجليزي عشان تقول اخويا سي فتحي. يعني مين دول؟ دول بقى اللي عايشين على وش الدنيا. تعال تعالي من هنا. I got the message that the bees are loading. Stick around a while, see one.
قضية فساد لوحديها. فتحي فتحي مساء الخير يا استاذنا. أهلا. انا بدور على سيادتك. المدام طبعا. لا دي مديرة المكتب. أهلا وسهلا. أعرفك يا سيدي بأحسن ناس في البلد، سيد باشا الأستاذ فتحي نوفل من تلمذتي وعبقرية قانونية نادرة، وكان له فضل كبير في القضية بتاعتك. العفو يا أستاذ، ده كله فضلك. على عيني وراسي، هو وكل الناس اللي وقفوا معانا وساعدونا. اتفضل يا أستاذ شوف نفسك. اتفضل يا هاني شوفي نفسك. الحفلة دي مش عشان البراءة، الحفلة دي عشان أثبت إن العدالة لسه بخير. مزيكا فرفشة فرفشة. ايه ده كله يا سي فتحي؟ مش عارف، الواحد خايف ياكل حاجه يتدبس فيها. من فضلك في فاصوليا بيضه بالرز؟ نعم. انا واثق انها مؤامره كبيره عليا، شويه الكلامنجيه بتوع الحزب عاوزين يضيعوني في لعبه ولعبه عيال كمان. رشدي انت مكانتك ممتازه في الوزاره وسمعتك طيبه عند الراجل الكبير، ما حدش يقدر يتامر عليك. إذا كان الحزب عاوز يرشحني في دايرة بقالي 20 سنة ما حطيتش رجلي فيها وصاد راجل شعبيته كبيرة، يبقى أكيد عاوزيني أخش الانتخابات عشان أخسرها ولاقي بعد كده نفسي بره الحكومة. اعتذر عن الترشيح؟ ما أقدرش، أبقى خايف طب أضيع شعبيتي. خلاص يا ست الوزير أمرك الله، خش الانتخابات يا قاتل يا مقتول. وعلى فكرة أنا أعرف ولد محامي من نفس الدايرة ممكن يخدمك كتير، هو موجود هنا. حضرتك قلت السيجار ده تمنه كام؟ 40 جنيه. 40 جنيه، ليه؟ اقول لك انا ليه؟ وهقول لك بس عشان انت راجل ظريف. شوف يا متر، في بلده بيجيبوا ورق التوباكو مندي ومفروض، بعد كده بيلفوه على وراك البنات العذار. وراك البنات العذار. وراك البنات العذار. اه. يسوى بقى ولا ما يسواش؟ لا طبعا لازم يسوى. ولع. الزور ده معمول على وراك واحدة متجوزة جيزي تيوم مار. فتحي. ايوه باشا. في واحد بلدياتك سيادة الوزير عايز يعرف معلومات عنه. وفي حاجة تخفى على سيادة الوزير؟ عبد الحميد السيوفي ده راجل كويس، كويس قوي. والراجل ده لو رشح نفسه في انتخابات مجلس الشعب ينجح؟ ده مش ينجح وبس، ده يكتسح. حتى لو كان سيادة الوزير هو المرشح المنافس. شوف سيادتك، عبد الحميد السيوفي عنده مصنع دخان معسل، يعني في كل قهوة في كل بيت في باكو معسل اسمه مكتوب عليه. وبعدين ايه بقى؟ بيجامل في الأفراح، بيواسي في المياتم، بيذبح في العيد، فاتح بيوت ناس غلابة كتير، حتى التزوير ما ينفعش معاه. وايه اللي ينفع؟ والله مفيش غير ان يعني ربنا يفتكره. غير الموت دي بقى مسألة عايزة تفكير. فكر، لو لقيت فكرة كويسة مكتبي مفتوح لك. متأكد ان هو ده اللي هينفعني؟ ده عبقري. البلد اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. أنا أعرف اللي فوق ولا اللي تحت؟
اللي عايز يشوفها حلوة على طول يشوفها من فوق دايما. أول مرة تسكن في العالي؟ أول مرة بس مش هتكون آخر مرة. تحت في خنقة، زحمة وفقر وهوا فاسد، ناس ماشية في الشوارع بتخبط في بعض. احنا خلاص مش هنعيش تحت تاني، هنعيش دايما فوق. نعلم أنه لا أمل لنا في الخروج من هنا في القريب، ولكن الأمل أن تستمر المسيرة بالخارج كما ينبغي أن تكون وأحسن. عليك أعباء صعبة وثقيلة، وأرواح الكثير من الإخوة أصبحت أمانة في رقبتك. الحاج يوسف عبد الله صاحب إحدى شركات الصرافة بالمهندسين. أعرف. اذهب إليه، عندما تنفرد به اقرأ أمامه سورة البقرة من الآية 12 حتى 15. أنا عايزكم تطمنوا على الآخر. أولا إجراءات القبض عليكم باطلة، ثانيا الاعترافات بتاعتكم تمت تحت التهديد والتعذيب والإكراه. نتقابل في المحكمة بإذن الله، أستودعك الله. لابد أن تتم العملية قبل الذهاب إلى المحكمة. قل إن شاء الله. إن شاء الله. أنا مش عايز أي تليفونات، فاهم؟ ها يا فتحي، هتعمل إيه؟ إحنا هنشتغل أمريكان يا باشا. يعني أنا هكون مدير الحملة الانتخابية بتاعتك. اعتبر ده حصل. أتعابي هتكون أتعاب قضية. وأتعابك في القضية كم؟ 200,000 جنيه يا باشا. 200,000 جنيه؟ من امتى خدت 200,000 جنيه؟ ده انت محامي يا رياض. قضيه الفساد يا فندم، لسيادتك كنت معزوم في حفله البراءه بتاعتها. امال الاستاذ شوكت عطيه عمل ايه؟ شوكت بيه عطيه وقف في المحكمه باسمه وشهرته واللغه بتاعته البليغه، وقال كل كلمه انا كتبتها له، وخدت منه 100,000 جنيه. بس انا عامل حسابي انه ميزانيه الحمله كلها تكون 200,000 جنيه. ميزانيه هايله، بس لما يكون الحزب بتاعك واقف معاك، ولما يكون المنافس اللي قدامك واحد تاني غير السيوفي. تفتكر الميزانيه المعقوله تكون كام؟ 500,000 جنيه. انت بتشتري نفسك يا باشا، بتبعد منافس قوي ليك، وبتتبع اعدائك اللي حاطين السكينه على رقبتك. فعلا اعتبرها لعبه قمار. ربنا يوفقنا يا باشا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. أحسن. بارك الله فيكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحميكم
وينصركم وينصر فتيانكم وشبابكم. الله جري يا ابني، انت رجلك خدت على القاهرة ولا خلاص بقيت مقيم فيها؟ لا لسه ما بقتش مقيم. اطلب لي فنجان قهوة. قهوة مظبوط يا حربي. أنا عايزك في شغلانة هتاخد فيها قرشين كويسين. كام يعني؟ اللي هتطلبها هتاخده، أنت عارف مفيش فرق بيننا وبين بعض. بس أنا سبت القانون من زمان، أنا دلوقتي بقيت بتاع حسابات. لا دي ملهاش علاقة بالحسابات، دي ليها علاقة بالانتخابات. الله، أنت ناوي ترشح نفسك في الانتخابات اللي جاية؟ مش أنا، رشدي الخيال مرشح نفسه في الدائرة بتاعتنا، وأنا مسكت الحملة الانتخابية بتاعته. مبروك يا سيدي. طب عايز مني أنا إيه بقى؟ عايز خبرتك. أنت أصلك طول عمرك كنت بتفهم في الانتخابات، كنت أحسن واحد تقول شعارات. انت ثوري اصلا عارف. انا وهو رشدي الخيال ده ثوري؟ ثوري بقى ولا مش ثوري، احنا مالنا؟ ده شغل يعني. خلاص بقى مطلوب مننا نعمل اي حاجه لاي حد يدفع. اسلوا بلدنا كده. لا لا لا، شوف حد غيري يا بني ادم. انت هتقول لنا على كام شعار من الجامدين قوي دول نكتبهم على يفط قماش؟ بس يفط ايه اللي عايز تعلقها؟ يبقى الناس عرايا هناك والقماش في قروسهم ومش طايلينه. هدفع لك 10,000 جنيه وفرهم. فتحي انا مؤمن جدا بالشعارات بتاعتي، ومش ممكن هتاجر فيها ولا وظفها في خدمة أي سياسة أنا مش مقتنع بيها. أنت إيه يا أخي؟ مش حاسس باللي بيحصل في البلد؟ مستهون بيه وجايين عايزنا أشتغل سمسار انتخابات؟ مش أحسن من شرب المعسل على القهاوي؟ لا مش أحسن، على الأقل بنفخ مع الدخان الغضب اللي جوايا. مفيش فايدة فيك، فتخيب عليك وعلى الشعارات بتاعتك. لما تفوق يبقى ابعت لي. والقهوة؟ مش عايز قهوة. مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ علي موجود؟ عنده حديث في التلفزيون. ندوة للرأي ولا حديث الروح؟ مش التلفزيون المصري، في البي بي سي. فين؟ في البي بي سي. البي بي سي. ردا على سؤالك ايتها الاخت الكريمه، نحن ندين العنف ونشجب الارهاب، وأن التيار الإسلامي في مصر له مطالب مشروعة ويسعى إلى تحقيقها وسوف يحققها بإذن الله تعالى. والمطلب الأول هو الحكم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنكم تستخدمون العنف في سبيل تحقيق هذه الأهداف. في الواقع أن الحكومة هي التي تبدأ دائما بالعنف والقهر، وبعض الأخوة يرى وقد يكونون على حق أن هذا أمر من أمور الجهاد وهو واجب على كل مسلم. هل لا يلمكم إرقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد والدين الواحد؟ والله يا أختي الجهاد في سبيل الله لابد له من ضحايا، وإرقة الدم واردة، وهذا مسجل عبر التاريخ. الشهداء لهم الجنة. أستاذ علي، في تقديرك كم يبلغ أعداد الجماعات الإسلامية في مصر؟ يا أختي بارك الله فيهم. الله، أنت هتنقي ولا إيه؟ عموما هم في تزايد مستمر والحمد لله. تمكن الإسلاميون في أفغانستان من الحكم فعلا، ولكنهم الآن في صراع دموي ويقتل بعضهم البعض. ألا يمكن أن يحدث ذلك في مصر لو حدث وأصبح الحكم لهم؟ أعتقد أن هذه الأمور ستكون مختلفة في مصر، فالخلافات بين الأخوة يمكن السيطرة عليها. على فكرة الحكومة ذكية جدا، سابكوا تتكلموا براحتكوا، تعملوا أحاديث بره وجوه، تطلعوا كتب، سابت لكم الجوامع، كل ده عشان تثبت إنها حكومة ديمقراطية. وإحنا مبسوطين قوي بالديمقراطية دي. طبعا لازم تنبسطوا. الحكومة عايزة تعمل صيت ومحدش مصدقها، وأنتوا كل يوم بتكسبوا أرض جديدة. وجودكم بقى ظاهر ومحسوس. تقدر تقول أمر واقع. فتحي، مستقبلك معانا.
كل شيء بأوان، ما تستعجلش، محدش عارف الأيام اللي جاية مخبية إيه. علي، إذا كان يهمك مستقبلي صحيح، أنا عايز مساعدتك. أنت عارف يا فتحي أنا ما أقدرش أتأخر عنك في حاجة، بس يكون في استطاعتي. رشد الخيال مرشح نفسه في الدائرة بتاعتنا قدام عبد الحميد السيوفي، وإحنا عايزين مساعدتكم، عايزين أصوات الإخوة بتوعكم. لمين فيهم؟ لرشد الخيال طبعًا. رشد الخيال؟ ده راجل فاسد. وأنتوا عايزين إيه الراجل الفاسد؟ ده أنتوا موجودين بالفساد، ده الفساد هو حجتكم الأساسية. طب إيه المقابل؟ لو عايزين فلوس ندفع. لا 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 لا، فلوس كتير قوي قوي قوي، فوق ما تتصور. كده. طيب طلباتك. إحنا هنعتبرها مجاملة، بس بشرط تترد لنا إذا احتاجنا إنها تترد. ده أنتوا عندكم فلوس كتير فعلاً. إنه رشدي الخيال، الرجل السائر دائماً وأبداً. إنه يرفض البذل، يرفض أن تهدر الأموال فيما لا ينفع. إن رشدي الخيال ليس في حاجة إلى يفط من القماش، ولكن أنتم في حاجة إلى القماش من أجل أولادكم وبناتكم، من أجل مستقبل زاهر مشرق. هيا اذهبوا وخذوا القماش. دي ان ده الشعب الجديد يا باشا، لازم نسير الموضه. ربنا يخليك يا اخويا معاك دواء ونخرة. بوسو. ايه ده غربان؟ بوسو بوسو من بقه، بوسو الباشا من بقه. عاش رشد الخيار نصير الفقراء والقربانين. 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 عاش القربانين. عاش القربانين. عاش القربانين. عاش القربانين. رشد الخيال راعي المبلولين. رشد الخيال راعي المبلولين. رشد الخيال راعي الكفاف. رشد الخيال راعي الكفاف. رشد الخيال راعي المبلولين. مساء الخير يا استاذ بيه. على الله الباشا يكون مبسوط مننا. رائد كمال ابو العون يا فندم، معاون مباحث المركز. طور بحاجة سيادتك؟ أنا عايزك أنا أستاذ رائد. تحت أمرك يا فندم. ممكن أنا وأنت نتكلم في حتة بعيد لوحدينا؟ تحت أمر سيادتك. اتفضل. أنت هتدي صوتك لمين؟ أنا ماليش صوت في الدايرة دي خالص. ما أنت عارف إن أنا مش من هنا. أنت طبعًا عارف إن مرشح الحكومة هو اللي لازم ينجح. ده إذا كانت الحكومة عاوزاه ينجح. يعجبني صراحتك قوي يا سياده الرائد، عشان كده انا هكون صريح معاك. انا عايز اخد معاك صفقه. انا عارف انك محامي، بس لازم تعرف كويس انك بتكلم ضابط مباحث. ما عشان كده الصفقه قانونيه. لو قانونيه نتكلم. انا عايز اضرب عبد الحميد السيوفي في مسقط راسي. عايز اصوات الدائره كلها تروح لرشد الخيال. مش ممكن، مستحيل يا متر. ولا مستحيل ولا حاجه، لو سمعت كلامي هتبقى سهله، سهله قوي. عيله الغرباوي ده اكبر عيله في البلد. توفيق الغرباوي طبعا انت عارف انه تاجر مخدرات. انا عايزك تقبض عليه قبل الانتخابات بيومين اتنين يا متر. اما لو ما كنتش محامي، هو القبض على الناس بيتم بطريقه سهله كده؟ طب فين اذن النيابه؟ تلبس. نعم تلبس. وبعدين عيله الغرباوي هتعمل ايه؟ هيروحوا لحبيبهم ابن دايرتهم عبد الحميد السيوفي، هيطلبوا منه يتدخل، وهو هيتدخل فعلا. وبعدين يا متر هجيلك، ما تعبروش ولا تسال فيه. بعد كده يجي له رشد الخيال يطلب مني، هو ده اللي عبره وعامل له قيمه، واسمع كلامه وافرج عن توفيق الغرباوي. طبعا، لان احنا شعرنا في المعركه الانتخابيه افعال لا اقوال.
شلت السكينه من فوق رقبتي قبل ما تتقطع. غصب عنك هتفضل معايا على طول. بس فتحي فتحي اوو افهم انت بتشيل اليافطه ليه؟ خلاص المكتب مبقاش له لازم. هو بعد ما سياده الوزير نجح خدك تحت باطه؟ انا ما اتحطش تحت الباط، انا دراعه اليمين مدير مكتبه. خلاص محل الاقامه هتغير. وانا ما تشوف لي وظيفه انا كمان. انت ما تنفعيش في الوظيفه، مرتب الوظيفه مش على مقالك. انت هترجع شرطتك الاصليه. خبر اسود ومنيل، انت مش لو قلت لي يا راجل انت عايز ترجعني للمرمطه تاني؟ ما تبقيش غبيه، هترجع شرطتك الاصليه. دبلوم تجاره. انت مش دبلوم تجاره؟ اه. خلاص يبقى هتشتغلي في التجاره. انت كمان هتغير محل الاقامه. طب والشقه دي بقى هتعمل فيها ايه؟ دي هتبقى سكن للاسره. هم كمان هيغيروا محل الاقامه. انت احوالك غريبه ليه يا ابني؟ انا عايز اعرف ايه اللي بيدور في راسك؟ ده بعد ما خليتنا نقب على وش الديني وبقالنا ملك وبقالنا ارض، عاوز نسيب هيني وننزل نعيش في البندر. ايوه ياما. واللي اقول لكم عليه تنفذوه. كل حاجة هتفضل هنا زي ما هي. أنا بس عايز أبعدكم عن عيون الناس وكلامهم، خصوصا وإحنا هنتوسع. أهو كده ابنك ركب الريح يا شلباعي. هو خدنا في سكته يا نوفل. سيادة الوزير في مكتبه من 10 دقايق يا فندم. طيب. وانت عارف ده كويس. كل شيء قابل للمناقشة إلا تعليمات سيادة الرئيس. والله حاول تقابل سيادة الرئيس واعرض له وجهة نظرك، إنما أنا ما أقدرش أعرض وجهة نظر غيري. ومهما كنت قريب من سيادة الرئيس. مع السلامة. صباح الخير يا فندم. صباح النور. في شوية مسائل سريعة لازم سيادتك تاخد قرار فيها. فتحي أنا واثق فيك جدا، أي قرار تشوفه صح خده فورا واعتبر ده تفويض مني. سيادة الوزير دي ثقة أخاف على نفسي منها ومسؤولية أنا ما أقدرش عليها. أنا مشغول بحاجات كتير أهم من إدارية الوزارة، ده أنا ما صدقت إني اعترت عليك عشان تشيل عني الهم ده. الراجل الكبير كل شوية يكلمني، مشاكل السياسة ما بتخلصش. يا فندم أنا قدام الثقة المطلقة دي ما أقدرش أقدم غير الولاء التام. هو بس في حاجة صغيرة. أطلب يا فتحي. الحزب، أمانة الحزب. الله، هو أنت بره الحزب لغاية دلوقتي؟ لما أنت ما تكونش في الحزب مين اللي يكون فيه؟ يا فندم أنا مش عايز حاجة من الحزب، أنا عايز العضوية علشان أكون جنب سيادتك، خصوصا وإحنا بقى عايزين نعيد ترتيب البيت من جديد. املى الاستمارة دي. شكرا سيادة الوزير. لا مؤاخذة يا حاج نوفل، احنا بنتنازل على حضرتك كتير، لكن انت الخير والبركة وابو الباشا. خير؟ ايه ولا؟ عم حسين فتوح راجل طيب وابن حلال، واصل حضرتك في خدمة. ماضية ان شاء الله. اقعد يا ابني اقعد. روح هات له حاجة ساعة ولا كوباية شاي. أنا لسه ما خلصتش. بور ده خابط. يا اهلا وسهلا. ودي 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 يلا يلا بسرعه. ليها ايه الملفات دي؟ عايزين توقيع سيادتك، دي اصلها طلبات بخدمات صغيره لكام عضو من اعضاء مجلس الشعب. شيلهم من قدامي. هما ما صدقوا الانتخابات خلصت، عاوزين يرجعوا مصاريف الدعايه من اول شهر. وبعدين ايه الحكايه؟ سياده الوزير، سياده الوزير هو بس لو سيادتك تطول بالك عليا شويه.
أعضاء مجلس الشعب كم عضو؟ 450 أقل أكتر بعرفش. 450 دول فيهم كم واحد تعمل له حساب ولما يتكلم يكون له تأثير؟ مع الأسف مش كتير. هنقول 150. احنا مش عايزين من القهوة دي كلها غير 10 15 نفر يوقفوا معانا على طول الخط. معانا نعمل بيهم ايه؟ هو في حد فيهم عارف يهش ولا ينش؟ وبعدين لما نفتح الباب للطلبات مش هنخلص. دول هيكونوا العساكر اللي بيحموك وقت ما تكون محتاج حماية. وبرضه هيكونوا الفتوات بتوع سعادتك لما تعوز تقدم بيهم حد. مش عيب ان افهم منك يا فتحي. اتكلم. كل عضو من الأعضاء المبدلين دول بيبقى له فريق. مش هو اللي بيلمهم، هم اللي بيتلموا حواليه. ساعتك عارف طبعا ان المجلس فيه اعضاء لا فاهمين حاجه ولا عارفين اي حاجه، اللي هم تلاقيهم نايمين دول او سرحانين في ملكوت ربنا. كل واحد من دول بيدور على حد يفهمه ويعرف منه. خلاص فهمت، كل واحد منهم هيبقى وراه 5 6 10 20. هنعمل بيهم ايه؟ نقرف بيهم خصوم سيادتك. نقرفهم بالاسئله والاستجوابات وطلبات الاحاطه. نخليهم مكشوفين على طول، مشغولين دما بالدفاع عن نفسهم في كل جلسه. ده غير بقى الصوره قدام الراي العام. لو كنت بفكر زيك يا فتحي من سنتين بس كنت زماني بقيت رئيس وزارة. والأعضاء بتوعنا دول يا فندم هم برضو اللي هيدافعوا عننا لو حد قال لنا بقى سلامات يا أم أحمد. إيه يا فتحي؟ أنت حقوق ولا هندسة؟ أنا أحب الإخلاص في الشغل. وإيه الأناقة دي كلها؟ ها؟ أنا واجهة لسعادتك يا فندم. ومفيش أحسن منها واجهة. ايوه سميره، النهارده هيجي لك زبون مهم جدا. مفاجاه. لا ابدا، هو اصله سالني قال لي الشياكه دي منين، قلت له لا 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 لا، تخفيض ايه، احنا عايزين حسن المعامله، عايزين نحب الشياكه قوي. طيب يلا باي باي. نجلاء، في شركه اسمها فونتانا بتاعت حلويات، عايز صاحبها او رئيس مجلس الاداره بتاعتها. لا انا معرفش اسامي، بس هاتي لي حد منهم. اقدر اعرف ايه القرار اللي سيادتك اصدرته ده؟ عادي جدا، بقى عندنا اداره ماليه وبقى لها مدير. ومين بقى مدير الاداره الماليه؟ ما انت عارف. ده المساعد بتاعي. حضرتك تعيني المساعد بتاعي مدير عليا. كل واحد حسب كفاءته يا استاذ محسن. افهم من كده اني انا مش كفء؟ انت كفء في المكان اللي انت فيه يا محسن. شكرا قوي. استقالتي هتوصلك بعد 5 دقايق. انا متاكده ان المقاس ده هيناسب سيادتك. 54 لارج. لا مؤاخذه. نو بروبلم، اعتبر سيادتك على البلاش. ده حتى المايوه، المايوه اقصر من كده بكتير. ايوه بس برضه لازم نراعي الاصول. الاصول ان سيادتك تقيس بره عشان تقيس براحتك. ده ميزاني طب وانت عارفه موقفي. موقفك؟ يحشي موقفك على عينه وعلى الراس. سيادتك بكل الزباين اللي عندنا. انا حطيت لك يافطة كلوز على الباب بره عشان تقيس. تقيس براحتك يا معالي الوزير. اتفضل بره. اتفضل. ايوه كده، الاوضه هناك كانت مزنوقه على الاخر وحاره وكتمه. رشدي بيه. ايوه يا سميره. انا اسمي سميره. الله، ده اسم حلو قوي. رشدي بيه. ايوه يا سميره. تحب سيادتك البسك على ذوقي؟ طبعا طبعا. رشدي بيه، تحب تقيس الجاكيت الاول ولا البنطلون؟ انت شايفه ايه؟ يا اختي كده ينفع وكده ينفع. اعملي اللي انت عايزاه. Thank you.
الحسب في هذه المرحلة الراهنة عليه أن يقدم حلولاً جديدة للمشاكل التي تتعرض لها البلاد. وأقول أنت مش ملاحظ إن سيادة الوزير بقى بيتكلم كويس قوي؟ بص للداهية اللي جنبه وأنت تعرف السبب. مين ده؟ بعدين. ولا يخفى علينا أن هناك قوى سياسية أخرى تدعي الوطنية ولكنها تبث سمومها بين أفراد الشعب، وعليه فإن نشر الطمأنينة بين الجماهير من أول المهام الحزبية الجسيمة. سيادة الوزير. أفندم. النقطة دي بالتحديد نرجو أن وزارة الداخلية تقوم بواجبها الأمني تجاه ما يروج من إشاعات هدامة. طبعا معك حق، المفروض أن المسائل اللي زي دي تقابل بشيء من الحسم. الديمقراطية، لا تراجع عن الديمقراطية التي اختارها الحزب. الحوار. ايه؟ ضرورة الحوار. ضرورة الحوار هي أساس الديمقراطية. فالحوار. حوار؟ حوار ايه يا سيادة الوزير؟ هم دول ناس بتوع حوار؟ دول مستلمين نفسات فساد والناس بتصدق. اللي يتكلم يتكلم، الكلام عمره ما بيعطل مسيرة. بلاش تسمعوا كلام الناس، لكن مش معنى كده اننا نحمي المفسدين. اللي شايف نفسه فاسد المفروض انه يختشي، وزي ما بيقول المثل اللي بيته من ازاز. مين ده اللي كان قاعد جنب رشدي الخيال؟ ده سيدي فتحي نوفل، محامي ومدير مكتبه، ومن غيره رشدي الخيال يبقى رجل الحمار. الواد ده خطر علينا دلوقتي وفي المستقبل، فتشلين وراه، اكيد في حاجه غلط. اللي زي ده لو كبر هيبلعنا كلنا. انت بقى ما بتسالش، قلت اسال انا. طول عمرك قصيده فتحي، تشرب ايه؟ لا ولا حاجه. انت قصدك وحشتني قلت افوت عليك. سامع عنك سامع خير. انا زعلان منك، مفيش تليفون حتى. ما انا عارف مشاغلك بقى، ما بحبش اشغلك. انا مشاغلي عمرها ما تبعدني عن صحابي. وانت عامل ايه؟ الحمد لله. شغلك ماشي كويس؟ لا، ما انا سبت الشغل من مده. رحت شغل تاني احسن؟ لا، هو اصلا حصلت شويه تطورات في الشغل كده ما عجبتنيش، قدمت استقالتي قبلوها. طب وبعدين؟ لا، انا اكيد هلاقي شغل احسن، بس هي مساله وقت. كان لازم تتصل بيا يا محسن، احنا اخوات. تحب تشتغل في اي دولة عربية؟ انا اصلي ليا اصدقاء ومعارف كتير. انا قاعد في البلد ده يا فتحي، مش حاسبها. غريبة. في ايه؟ امي طلباني على تليفون العربية. في ايه؟ المرحوم كان غالي علينا قوي. الله يخليه. لو كان راجل خدوم. الله يبارك فيه. بس عايز اقول لسعادتك حاجه صغيره. اتفضل. ابوك. ماله؟ ابوك الله يرحمه كان واخد مني 5000 جنيه عشان يجيب لي شقه في المحافظه. لكن يظهر ان ربنا افتكره قبل ما يوفي بوعده. كان واخد مني 5000 جنيه. ايوه يا سعاده البيه، 5000 جنيه. روح خدهم منه. ها؟ روح خدهم منه.
وش يا فتحي، يا وش يا وش يا مرجيحة. هنا هبة، هنا هنا علي. ازيك يا علي؟ لا انا مقدر، انت تشوفني في اي وقت يا علي. فين؟ ماشي يا علي. اشمعنى المكان ده يا علي؟ حفاظا على السرية يا اخي فتحي، وامان ليا وليك. تحت امرك. احنا طالبين منك خدمه يا اخي فتحي. انا مدول لك بجميل ولازم ارده لك. بارك الله فيك. هي برضه لعبه انتخابات ونريد المساعده. اي انتخابات؟ انتم كده يا بتوع السلطه ما تاخدوش بالكم الا من الانتخابات الدسمه وبس. احنا مش طماعين، احنا عايزين النقابات بس. لينا مرشحين عايزين الدعم والمساندة القوية في نقابة المحامين والمهندسين والأطباء. طول بالك شوية يا علي، طول بالك. أنت قلت إيه؟ أنت سمعتني كويس يا فتحي. أنت بتطلب المستحيل يا علي. لازم تعرف دلوقتي أنا إيه وأنت إيه. أنتوا جماعة مش عارفة تبقى حزب، وإحنا حزب مش عارف يبقى جماعة، والاتنين ضد بعض. أنا وأنت خصمين في قضية واحدة. لكننا في النهاية أصدقاء. مش على حساب القضية. كن عاقلا يا أخي. القضايا لا تخص المحامين ولا حتى القضاة، إنما تخص أصحابها، ونحن أصحاب مهنة واحدة. دي مش أي قضية يا علي، ده قضية بلد. أنا بعتبرها قضية نزاع على ملكية. اعتبرها زي ما تعتبرها، ويكون في علمك الخدمة بتاعتك أنا رديتها لك أكتر من مرة. إزاي يا فتحي؟ اوعى تفتكر إنك أنت بعيد عن عيون مباحث أمن الدولة، أنت مرصود. وعلاقتك إيه بأمن الدولة؟ أنا في وزارة سيادية، وشغلتي سياسة. سمعتك انك محامي متدين، او المعروف عنك انك انت محامي متدين. لازم تعرف انك انت في امان بسببي. وانت في نعيم بسببي. ثم دعني اوضح لك شيء. وجودك مرتبط بوجود رشد الخيال. فماذا ستفعل يا صديقي عندما يرحل؟ من المؤكد انك سترحل معه. وانت تعلم ان من يخرج لا يعود. اذا ان تكون معنا افضل من ان تكون علينا. واسلم لك. ده تهديد؟ لا تخطئ في ظنك، لكني أقصد أننا سنكسب القضية في النهاية. عشم إبليس في الجنة. طيب فليبقى الحال بيننا على ما هو عليه، خصوم في قضية وأصدقاء في الواقع. بلاش تضحك على بعض يا علي، مفيش صداقة أبدا مع خصومة. اتنين ديابة لا يمكن يعيشوا مع بعض في قفص واحد، لقطها بعض. اسمع يا فتحي، أنا أعلم عنك الكثير، وأنا كمان أعلم عنك الكثير. بابا موجود؟ اهلا يا فتحي. اهلا. انا اسف يا محسن اني جيت من غير معاد. بعد ايه يا راجل؟ بيت بيتك. اتفضل. اقعد يا فتحي. يا منى خلي ماما تعمل شاي. بلاش يا منى، اقعد انت تذاكر، انا مش عايز. منى في ثالثه ابتدائي واكرم في تاني. ربنا يخليهم لك. محسن انت كنت بتاخد كام في شركه الحلويات؟ ليه؟ بسأل. يعني كله المرتب بالمكافآت بالحوافز حوالي 650 جنيه. طب كويس.
اصل انا كنت خايف للوظيفه الجديده اللي انا جاي لك علشان هيكون مرتبها اقل. مش هتفرق يا فتحي، انا اتعودت اعيش باي حاجه. الوظيفه الجديده مرتبها 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. انت هتمسك الشؤون الاداريه في بنك استثماري. الشغلانه دي شغلانه شريفه؟ مفيش فايده فيك يا محسن، مفيش فايده فيك. وعشان مرتبها كبير لازم تكون شغلانه غير شريفه؟ فتحي، انت امرت ان انا اتفصل من شركه الحلويات مش كده؟ ده حقيقي. ده تصرف انا مش قادر افهمه. اوعى تفتكر ان عايز احملك جنيل. انا مش عايز حاجه منك. انا جاي اخدم واحد صاحبي وبس، وعارف انه يستاهل. الوظيفه دي كان ممكن ياخدها اي حد تاني عديم الكفاءه لمجرد انه يكون عنده واسطه. ايوه، على الاقل كنت عرضت عليا الموضوع وبعدها انا حر اوافق او ما وافق. ما كنتش هتوافق. مخزون الشعارات اللي جواك كان هيخليك ترفض. وبعدين عارفك كويس يا محسن، انت راجل قانون ترضى باي حاجه. واحد زيك كان لازم اجبره على ان كل مستقبل افضل. بالامر يا فتحي. بالامر يا محسن. وبعدين الوظيفة موجودة، راح اشوفها، لقيتها غير شريفة سيبها. وأنا مستعد أرجعك شغلك تاني بالتليفون. أنا هسيبك دلوقتي. أنا عارف أنت بتسأل أنا بعمل كده ليه. أقسم لك بالله العظيم يا محسن، أنا مش عارف أنا بعمل كده ليه. من حيتان الكبيرة مش عاوزينك تكبر، دول ناس ما يعرفوش أبوهم، وأنا عاوزك تحمي نفسك منهم، وأوعى تمكنهم منك. يا ابني أنا راجل عجوز وفاهم البلد دي كويس، اللي بيقع ملوش قومة تاني، وأنا واثق إنك مش هتقع. سيادته حكايه بنيله بنيله وانا مش واخد بالي. مش قوي كده، الراجل على قده خالص، هو منيل بنيله في الهزار بس، انما سيادته هايل في الملاغيه والمناقشه. على العموم انا مش جاي اتكلم في المناقشه والملاغيه. انت هتتجوزي رجل الخيال. اتجوزه ليه؟ ولزومه ايه؟ ده الامور ماشيه زي الفل من غير جواز، ده حتى جواز ملوش لازم. بقول لك في الملاغيه والمناقشه بس. بس ده غلط. في ناس عينيها بترصد كل خطوة، كل لحظة، نفسهم يلاقوا أي غلطة. عشان المسائل تبقى صح لازم تتجوزيه. أعمل لك اسم. هقول لك حاجة تبسطك. النهاردة عملنا إيداع في البنك ب 550 ألف جنيه. بتوع إيه دول؟ لو هتقولي إنهم أرباح البوتيك الشهر اللي فات. هو في بوتيك يا حبيبي بيجيب نص مليون جنيه في الشهر؟ دي فلوس ابراهيم عنتر اللي انت خلصت له ارض العنريه. الاتفاق كان نص مليون جنيه بس، ال 50000 الزياده دول بتوعي. الراجل دفع عن طريق المبيعات من عنده. وبكره تعملي اجراءات شركه استيراد وتصدير. همتك معايا؟ لا خلينا انا بعيد. انت عندك رشد الخيال جوزك،
طب وافرض الراجل خاف من مراته وما رضيش يتجوز. هيتجوز. المناقشة أهم من مراته. ممكن تساعدني؟ طبعا هساعدك. أنا أحب دايما أكون مع الشرعية. عارف أنا نفسي في إيه دلوقتي؟ عارف. طب مادام عارف، ما تيجي نخش جوه؟ ما بقاش ينفع. الست اللي تقبل الاسم على الاتنين ما تلزمنيش دلوقتي. من امتى يا اخويا انت نسيت انك كنت تعرفني من وانا زي سينما ميامي اللي يقطع تذكره يخش؟ من النهارده هتبقي كومبلي كامله العدد. فتحي عرفت ازاي انا هنا؟ ده انا الراجل بتاعك يا باشا. سيبنا شويه لوحدينا يا حبيبي. في ايه يا فتحي؟ مفيش اي حاجه زي ما انت يا باشا، خليك مسترخي. مساله بسيطه خالص، سميره رشوان عايزين نشوف لها حل. الحكايه اتعرفت يا فتحي؟ ما تنزعجش سيادتك، بنت لذيذه كويسه عندها اخلاص. اللي بيحصل ده عادي جدا يا باشا، احنا بشر، احنا بنتعب يا باشا، بنتعب وقتنا كله غرقانين في المشاكل والمسؤوليات، محبوسين جوه المكاتب 18 ساعة في اليوم، ما بنسمعش غير اجراس التليفونات واوامر، يا بناخدها يا بنديها. الناس اللي زينا من حقهم لحظة راحة، لحظة متعة، لحظة استرخاء عشان نقدر نكمل كمان. بس المسألة لازم تبقى صح. وعشان تبقى صح نعمل ايه يا فتحي؟ القانون زي ما بيخدم الحق بيخدم الباطل، واحنا ناس الباطل بتاعهم لازم يكون قانوني. مش فاهم. هي حتة ورقة صغيرة لا طلعت ولا نزلت، لا قدر الله والمسألة انكشفت هتبقى علاقة غير مشروعة، لكن لو معانا حتة الورقة دي هتبقى العلاقة مشروعة. هتجوزها؟ عرفي، حتة ورقة صغيرة ولا حد يقدر يقول لنا تلت التلاتة كام، ده جواز شرع الله. بس دي حاجة تخوف يا فتحي، البنت ممكن تستغل الورقة استغلال سيء. ومين قال سيادتك ان الورقة هتبقى معاها؟ عقد الجواز العرفي هيبقى تحت ايد انا. احنا بنحمي نفسنا من القيل والقال يا باشا. رايح يا باشا. معقول برضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاجة سرية بعت لك التوكيل. بارك الله فيك وفيها. بشير ابوك يا سيدي بعت لك المصاريف. ايوه، والست الوالده عامله لك فطيره بالسمن البلدي، بتقول لك ممكن تعزم اصحابك عليها عشان ياكلوها وهي صبحه. ايوه، وعامله لك كمان حله محشي، بتقول لك لو باتت هتحمد. مع السلامه.
كابينة ثلاثة. أسيوط كابينة ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ حاتم والله مش موجود؟ طيب بلغوا إن الوظيفة اللي مقدم عليها في مصر امتحانها بعد بكرة، ضروري يكون موجود. كتر خيرك يا أخي. أقول له عمك بشير. مع السلامة. شرفتنا بالزيارة يا أستاذ. الله يشرف مدارك يا حاج راضي. أهلا وسهلا. أنا موفد إليك في مهمة يا حاج راضي. وإحنا تحت أمرك. الإخوة عندهم عملية كبيرة وخطيرة، هيكون لها صدى واسع وتأثير قوي، وليكم دور فيها. وإحنا ما نقدرش نتأخر. المطلوب منكم إخفاء شباب المجاهدين اللي هيقوموا بالعملية، وحمايتهم كمان إذا لزم الأمر. بس أنت عارف يا أستاذ، الداخلية اليومين دول ما عتسبش شك من غير ما يدخلوه. إلا الشقوق بتاعتك يا حاج راضي، أنا عايزك ترتب أمورك وتعمل حسابك عشان تستقبل الإخوان الليلة بعد رجوع المنصورين بإذن الله. بإذن الله. سميرة. أيوة يا رشرشتي. أنا عايزك تيجي تقابلي مراتي عشان كل حاجة كده تبان طبيعية وما تشكش في حاجة. أوكي يا رشرش. معقولة يا فتحي بقى تكون ساكن في شقة مفروشة لغاية دلوقتي؟ مش معقولة تكون مش لاقي شقة ولا مش قادر تجيب شقة. هو الحقيقة الشقة مش مشكلة، الواحد يلاقي العروس الأول وبعدين يبقى يشوف الشقة. أفهم من كده إن حضرتك من غير جواز لغاية دلوقتي يا فتحي بيه؟ هو أنا نفسي أتجوز من زمان، بس الواحد يلاقي بنت الحلال. على مون كل شيء بأوان. على كل حال، يوم ما تفكر في شقة أو فيلا، مدام فايزة هتخدمك فيها جدا. أهلا يا مدام. فايزة شركس. طبعا فايزة شركس. مدام سميرة لها شغل كتير قوي عندنا في الوزارة. أهلا وسهلا، أنست وشرفت يا مدام. أهلا وسهلا بيكي ذوق الجنان في الفيلا. ده كله من سوق حضرتك يا حبيبتي. ليه؟ وحسن وفادية ولادي. إيه يا فادية؟ إيه يا حسن؟ مش عايزين تبقوا زباين عندي في البوتيك ولا إيه؟ بعد ما شفنا شركة بابا لازم نبقى زباين. حبيبتي أنا. ويا ريت الحاجة تكون كمان من زباينك. الحاجة بتحب تفصل هدومها بإيديها. على العموم أنا تحت أمركم في أي وقت. شرفوني في أي لحظة عن إذنكم. اتفضلي، مع السلامة. مين فايزة شركس دي يا كبير؟ بنت إحسان شركس من كبار رجال الأعمال. النشاط الأساسي المقاولات، لكن في أنشطة أخرى. ومطلقة وعندها شركة كبيرة بتديرها علشان ما تحسش بالملل. سلام عليك يا كبيرنا، طول عمرك صاحب فضل. أبوسك. اشتغل يا حبيبي اشتغل. لو هتفتكر ان انا موظف مهم وبس. عارفة انك سياسي وراجل اعمال من الباطن، يعني مش محتاج لفلوسك ولا فلوس السيد والدك. انا هتجوزك. بتقول ايه يا فتحي بيه؟ هتجوزك. تفتكر في حد ممكن يتجوز بالطريقة دي؟ في احنا الاثنين. انت راجل سياسي وتحب التفاوض، وانت كمان سيدة اعمال ممكن تعملي صفقة في لحظة وبالتليفون. انا عارفة انت عاوز تتجوزني ليه، عايز تخبي فلوسك جوا فلوسي. اوكي نتجوز. مشينا في الجواز وكنا حلوين، نخلف عيال. جوازنا بقى طلع دمه تقيل، ادينا شركة. ايه رايك؟ مين قال الطيور على اشكالها تقع؟
اسمعني كويس يا فهمي باشا، البضاعه دي محدش بيستوردها غير الشركه بتاعتي. فبلاش كلمه السوق مفتوح دي يا اخويا. وبعدين عايز اقولك، لو دخلت عليا في عمليه هخش عليك في ثلاثه. اتفقنا؟ سلام. ايوه يا مراد. عجينه الياسمين اتشحنت النهارده. هنا عند الشركه المستورده 750,000 دولار. اوامر سيادتك. خليهم يحولوها لي على سويسرا. ايوه يا نهى. جاهزه يا فندم، كل حاجه عن المنظفات الصناعيه. جميل، حلو قوي قوي. الو، اهلا 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 يا معالي الوزير. يا ريت، ده انا اتمنى. خلاص يبقى زي المره اللي فاتت بالظبط. اوكي، باي باي. اهلا شريكي، وحشني. وصلتني اخبار تجنن، سمعت انك هتتجوز. واضح انك مستعجل قوي. على العموم الف مبروك، انا فرحانه لك من قلبي. مع السلامه. تمام، استرح. في فيلم مش عارف انت شفتيه ولا لا، اسمه كيف تكسب مليون دولار. عربي ده ولا امريكاني؟ بقول لك دولار عربي ازاي؟ لا مش فاكره. احنا بقى هنكسب 2-3 مليون دولار. ازاي؟ لعبه صغيره. طب حد يكره يلعب لعبه صغيره يكسب من وراها المبلغ ده؟ شوقتني. في قرارات اقتصاديه هتصدر خلال شهرين، بعض السلع الجمارك بتاعتها هتزيد. يبقى لازم يستوردوها من دلوقتي. وفي سلعة تانية هيتمنع استيرادها خالص. يبقى الشاطر اللي يشتريها ويخزنها. بس العملية دي كبيرة علينا قوي، كبيرة على الشركة بتاعتنا. احنا مالنا؟ احنا هنبقى بعيد خالص. احنا هنشوف ايه السلع دي ومين بيستوردها، نديله المعلومة ونقبض تمنها. يا ابن الايه، عايز اقطعك بوس. سميرة، انت متجوزة وانا متجوز. طب اطلب لي بقى واحد فرنساوي. فرنساوي من فضلك. مجانين! ايه اللي جابكوا هنا؟ الراجل اللي حضرتك اخترتها عشان يتوينا ويحمينا اتخلى عنا وقال لنا كل واحد بروحه. كان قدامكم مزارع القصب، ما استخبيتوش فيها ليه؟ العساكر بقت اكتر من عدان القصب، وكل شبع يتفتش مره واثنتين وثلاثه، واللي هيضرب مننا رصاصه هيترد عليه بألف. وايه يعني؟ الاوامر اللي عنديهم الضرب في المليان، قلنا زحمه مصر امان لينا، والبركه فيك. اغبياء! انا ما شفتش اغبى منكم، ده مكتب محامي، عارفين يعني ايه مكتب محامي؟ عارفين لو حد شافكم هنا ده معناته ايه؟ بره بره! ايمانكم ضعيف، عزيمتكم رخوه. يلا لا تصلحوا للامانه، يلا تعالى. الشباك مفتوح قدامكم اهو. يلا يلا. لله الامر من قبل ومن بعد، لله الامر من قبل ومن بعد، لله الامر من قبل ومن بعد، لله الامر. Thank you.
تبع ايه ومين رئيسكم؟ الحقيقه ان رئيسنا هو اللي طلب حضرتك عشان تقابليه في مكتبه. كل ده ملوش لازمه يا مدام، حضرتك هتنزلي معانا بهدوء عشان شكلك يبقى حلو قدام الموظفين بتوعك. عارف يا فتحي، الدربكة اللي حصلة دي ممكن تقصف عمر الوزارة. قسم سيادتك علي وفي الريحة فندم. بس تيجي كرسي رئيس الوزارة لازم يتنجد من جديد. بس في مشكلة يا فتحي. ايه هي يا فندم؟ هخسرك، لان لو قعدت انا هناك هقعدك هنا مكاني. هكون معك برضه يا فندم. انت مش نازل ولا ايه؟ انا قاعد شويه يا فندم. تصبح على خير. مع السلامه سعادتك. مفيش حاجة يا فندم، حضرتك اتفضل معانا في مكتب النائب العام وهناك هتعرف كل حاجة. طيب ممكن اغير هدومي؟ اتفضل يا فندم. فتحي ما فيش حاجة يا فايزة، مفيش حاجة. اتفضل يا استاذ فتحي. استاذ فتحي، يا ترى انت عارف حضرتك جاي هنا ليه؟ لا الحقيقه ما عنديش فكره. انت هنا متهم يا استاذ. متهم بايه؟ حضرتك تعرف المدام دي؟ وهي معرفه المدام تهمه؟ دي سيده مجتمع وناس كتير تعرفها مش انا بس. ايوه بس معرفتك بيها تختلف كتير قوي. اه طبعا، بحكم ان احنا معرفه قديمه، واكيد هي قالت لكم. هي قالت، وهخليها تسمعك اللي قالته. مدام سميره، سمعها الاستاذ اعترافك. البوتيك والشركات والعمولات والرشاوي والهدايا وبيع المعلومات كانت لحساب الاستاذ، وانا كنت مديره اعماله بنفذ تعليماته. المدام تقول زي ما عايزه. قلت له من اول ما عرفت بيكي كنت بترافع عنك في قضيه دعاره. ما هم عارفين كل حاجه من غير ما اقول لهم. اظن عيب قوي ان كنتوا تصدقوا واحده زي دي وتشكوا في واحد مسؤول زيي. وعلى العموم البلد فيها قانون. اي قانون يا استاذ فتحي؟ القانون اللي بيمشي على الناس كلها. محلات والشركات دي طبعا ليها عقود ملكيه. شوفوها باسم مين؟ كلها باسمي، بس انت اللي كنت بتقبض اول باول. بقول لك ايه؟ مش فتحي نوفل اللي هيكون كبش في ده الناس تانية. تعالي. ثروتك كام يا استاذ فتحي؟ اللي موجود في اقرار الذمه الماليه بتاعي. مرتبي زاد 150 الف جنيه. مدخراتي من ايام ما كنت بشتغل محامي. ايوه بس انت بسم الله ما شاء الله. اكيد سيادتك تعرف انا متجوز بنت مين؟ ومراتي تبقى مين؟ حضرتك فاكر الصوره دي؟ اه طبعا، دي صورتي انا والمدام. مره كنا بنتغدى سوا وبنتحاسب في نفس الليله. سرب المعلومات بتاعه الجمارك وكان عايزني ابقى له. اولا انا ما عنديش معلومات خالص عشان اسربها، ولا عندي فكره عن المعلومات دي، ولا هي من اختصاصي. يعني انا عرفتها منين؟
من جوزك يا مدام، هو اللي يعرف كل حاجه. المدام تبقى حرم سياده الوزير رشدي الخيال، وادي صوره من عقد الجواز بتاعهم. مقابله المطعم كانت صدفه، مش معقول اشوف حرم سياده الوزير قاعده لوحديها واسيبها. تحت امرك. مع بعض عالي. ها على فكره فتحي، احنا في مركب واحد يا فتحي. انا هنا حبس احتياطي رهن التحقيق، وانا كمان رهن التحقيق. انت تهمتك ايه؟ اكيد لسه بيدوروا لي على تهمه، بس انا زي الفل. وانا كمان. انت خايف يا فتحي؟ انا ما بخافش يا علي، بس انا خارج يا فتحي. وانا خارج قبليه.